يدروا انها خيره ومجلس الحين تراها خيره. سلامتكم. وبالنسبه للشرهات باذن الله انه يجيكم ما يطيب خطركم. مسيكم بالخير والرضا والعافيه. انا اوجه كلام لاخويانا. اخوكم متعب منيف في الشهراني. ونعم. من منطقه عسير بالتحديد محافظه خميس مشيط. ومليون نعم. وش الله يمسيكم بالخير والرضا والعافيه. مرحبا بكم ترحيب الحياه. احنا بما ان الكره الذهبيه على قولتهم استاذ لا ما في احد مميز، لا والله كلكم عين في راس على قولتهم. استاذنا اخوي عيفان واستاذنا الربع، ماني بكبر منهم ومتعلم منهم ومنكم جميع. مرحبا بكم ترحيب السيد. مرحبا لنا اثنين مرحبا. والله نودنا ان الستين كلهم معنا هنا. اي والله كلهم مبدعين ونجوم وعنده وقدموا لي خطرهم وعلى ما قدموا لي خطرهم كله ما حالفهم الحظ، بس ان شاء الله البرامج جايه وما ندري الخيره في ويش. الله يوفقهم ويسر لهم ويكتب لهم الخير والتوفيق. اما بالنسبه لاخواننا اللي جونا مرحبا لنا يا فلان مرحبا. والله انكم افرحتونا ومجيكم مثل المطر. مرحبا لنا فلان مرحبا. وهنا والله ما عاد اقدر اقول شيء. وكلام اخوي عفاف بالله تعليج على كلامك، نبغى السنه تذكرون في البدايه عشان الجمهور يعرفكم ونعرف بعض. عادل بن ناقه مطيري طال عمرك. عليكم زود، ما عليكم زود. كلام اخوي عفاف بن سويد الهاجري من دوله الكويت. مليون نعم. نقول مرحبا ومسهلا باللي دخلوا كلهم، اللي جونا ذا الحين واللي طلعوا، والله يوفقهم ويبارك لهم ولا يوقفون. ترى بدايه نجاح لكم. ونسلم على والدينا الله يطول عمارهم ويسلمهم، وان شاء الله احنا نقدم ما يرضيهم ونول اعجابهم، ممثل عمارنا واللي ورانا ونمثل الجمهور خير تمثيل ونغدي قدوه حسنه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على الجميع. أخوكم عبد الرحمن بن خشمان الرشيدي من منطقة حائل. ما عليكم زور. أول شيء والله أني أسأل الله العلي العظيم التوفيق لأخويانا اللي راحوا. اللهم آمين. والمكسب من البرنامج معرفتهم، والمكسب الأكبر معرفتكم. إحنا يوم دخلنا هنا دخلنا أخوان ويد واحدة، وعرفوا أن أي واحد منكم يبي يتقدم وينومس ما ينومس نفسه، ينومسنا حنا وحنا يد واحدة. الشيء الثاني والله العظيم ماني متعدي على اخويا بالكلام اللي قالوه، وكفوا ووفوا ومثل ما قالوا. ختام الموضوع كله حنا يد واحده بكل شيء. واحب اوجه شكر لجميع من وقف معنا، وجميع من وصلنا للمكان هذا، وجميع من سعى معنا سواء معنوي مادي، بجميع ترى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل جمهوركم كلكم محبينكم. ولا مطول في الكلام ولا عندي شيء نزيد، لكن وجه كبير. لكن الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم سالم بن عبد الله الدقمي. ونعم ما عليكم زود. الله يجعلنا وياكم من المقبولين عند الله وعند خلقه. اللهم امين. واقول لاخواني اللي طلعوا ما حلفهم الحظ، الفرص جايه وباذن الله الخير في المستقبل. بإذن الله أن في البرنامج إذا أخوان ونقدم اللي أولا يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يرضي والدينا، ثم يرضي اللي يشاهدونا كبير وصغير، أم وأبو، أخو وأخت، كلهم يشاهدونا وكلهم أمل بأن نقدم الشيء اللي يسعدهم. وبإذن الله تشوفون في المستقبل ما يرضيهم مني ومنكم بإذن الله. خير الكلام ما قل ودع، هذا زبدة الكلام. الله يبيض وجهك. سلام يا عادل. سلام. السلام عليكم. سلام. لا لا عشان عكس علشان لا شخصيه بالاختلاف. احتريت اخوكم ريان الحمد البلوي. ونعم عليكم زود. ونعم اخوكم الصغير هنا. حاب اوجه شكر للي دعم ريان، سواء دعم ريان ولا غير ريان. شكرا لكم. شكرا لقناه الواقع اللي جمعتنا. اخويان اللي طلعوا ترى هذا ما هو على قولتهم اخر المشوار، ترى قدامك حياه. انت خلاص دامك طلعت على الشاشه انت صرت نجم، قدامك حياه ثانيه لا توقف. روح الدهر برا الدهر، وحنا لا طلعنا باذن الله ان مكملين لكم، ونجاحنا من نجاحكم. واوعد ان شاء الله متابعينا قناه الواقع بنسخه فارقه ان شاء الله، نسخه الكل يتكلم فيها. يستاهلون يستاهلون. اسلم يا قائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم قاعد فهد العتيبي من محافظة عفيف. أول حاجة الصلاة والسلام على أشجع الرجال وأقوى الرجال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وثاني حاجة أحب أشكر كل اللي دعمونا وقفوا معنا
قلبا وقالبا، ويبون ناس الا المرحله هذه حتى نبيض وجيههم، وحنا كلنا اخوان اجتمعنا في المكان هذا وقدامنا 3 شهور، والله يقدرنا على فعل الجميل كله. سلامتكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حالكم يا الربع؟ اول شيء معكم عجيان بن عبيد المري. نعم. عليكم زودنا فداكم من الريان وتحديدا منطقه امهات عوين العظيمه. منطقه نعم. الله الله. اول شيء بيض الله وجهكم كلكم. والليله والله ان المشاعر همت لخبطه بين الحزن وبين الفرح. فارح اني معكم كلكم الى 24، وحزين على فرق الربع 60. والله احنا قعدنا معهم اسبوع وانهم عزيزين وغالين جدا جدا. وابغى اقول لهم ترى هذه مهلة البداية. ظهوركم ذا والله انه مهلة البداية، والله انكم نجوم في عيوننا. وباذن الله عقب 90 يوم ولا عقب ما نظهر نحن اخوان وبنبقى اخوان مع 24 ولا مع 60. وبالنسبة للجمهور بيض الله وجهكم، بيض الله وجه كل من دعمني، سواء من القبيلة ولا من الاهل ولا من الربع ولا من الجماعة ولا من الجمهور. والله انكم ما قصرتوا مع ولدكم، والله انكم ما دعمتوا الا وانتم هاقين فيه اقوى، وان شاء الله انه قد الاقوى. والله والله يا حمل اسم قطر لحاله وحمل اسم القبيله تبغى تجمل ربعك. قول له يلا حمل اسم القبيله وحمل اسم قطر تبغى تجمل ربعك اللي هاقين فيك. والله انه حمل كبير وانه تكليف ما هو بتشريف. الله الله هذا اللي تسلم يا ابو هشام. جعلك تسلم، جعلك تسلم مفداك، جعلك تسلم. اللي تكلم واللي ما بعد تكلم الله يبيض وجهكم. والله اني اشوف المكسب الكبير، اني اشوف المراجل في عين كل واحد قاعده، هذا والله المكسب الكبير. وكل اي هبشر اخوكم ناصر بن سعود القمر المد من دوله الكويت. ما عليكم زود الله يطول عمره. وانا قبل شوي عند فارس البشير يبي اشكر لي رجال الله يطول عمره ولا خصه الا بخير. بيض الله وجه كل من دعم ناصر، وبيض الله وجه كل من هقى في ناصر بخير ويبشر بسعاده ان شاء الله. الله يطول عمرك ولا عليك زود. وودي اشكر ابي الشيخ حمد بن قماد الروضه عليكم زود، وعلى دعمه لي المادي ودعمه لي بالحال والمال. وكل كلمه ظهرت من لسانه. وفي 3 ابيات من عرض قصيده وشله يقول: على نبا عود جعل عمره مديد، حمد ولد قماد يا حامل حما، من كثر ما يقف تقول انه وحيد مخلوق بين الناس واسمه فسم. الله يبيض وجهه من ذا المنبر، الله يبيض وجهه بياض تنقلها الركاب. وبيض الله وجهكم كلكم وابشروا لكم بخو. الله يطول عمركم. وعليكم زود الله يطول عمركم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا الربع. اخوكم عباس فرج الحربي من القصيم. اول شيء الحمد لله حتى يبرى الحمد منتهاه اللي شفت مثل وجهه الطيبه. واقول لاخواني اللي طلعوا والله يعوضكم ان شاء الله بالبرامج اللي بعدها ان شاء الله. وتشرفنا والله في الجميع، خير كلام ما قل ودل. الله يطول عمرك. ومن يقول؟ اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومساكم الله بالخير. اول شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذ رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. انا صراحه مستانس ومبسوط اني معكم مشارك. وطبعا انتم ال 24 اخواني، واللي طلعوا والله انهم اخواني، ونواف بن محمد اخوهم اليوم ودوم. ونعم. انا احب اشكر كل من دعمني وكل من وقف. نواف بن محمد بن ميشط الجبيري لكم. ونعم. عليكم زود من محافظه بيشة. ونعم. عليكم زود. انا احب اشكر جميع من دعم نواف، لا قبل البرنامج ولا يوم دخلت البرنامج، سواء معنوي ولا مادي. واحب اشكر والدي الشيخ محمد بن ميشط الجبيري لكم. ابوي وقف معي في جميع يعني الاوقات اللي الله يطول عمرك، وانا فاخر به اليوم ودوم. وكتبت فيه 3 ابيات وقلت هناك وبعيدها بعد. سلام. اقول يا ابوي في الموقف الغصاب لا فض فوق، سلام شفت التباشير والفزعه وجا مطلبي، مقلاط حضره جنابك مع روس وملوك، في فزعتك شفت وصف الشاعر الاكلبي، الحاجه اللي تبرطم بالحجاج اضحوك اقرط لها شايف عند لا قصر. اوجه تحياتي لكل من دعمني ابوي واهلي كلهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا يا جماعه اخوكم شيخ الهادي. ونعم. مالكم جود كأني ما ذق حزنك من جو في يهاجر تحديدا عند دار العظيمه. ونعم. ونعم. النشامه احنا سمعنا بيت يوم بدات التصفيات للشاعر احمد بخلده، يوم يقول جيتك وانا في رجوه 3 شهور
هاتوا التسعين، جيت تحت رجوع ثلاثة شهور، هاتوا التسعين يوم حقق. يا سلام، هو قال شيء عن ذا الحين حنا نطبقه. كل واحد عنده حلم ذا الحين، وحن بناخذ حلم، وحلم 300 رجال، مو بس 60 رجال اللي قدموا، الآلاف بعد. والشيء الثاني، بيض الله وجه من دعم شيخ، لا من قريب ولا من بعيد، لا من خوي لا من جماعة، بيض الله وجهكم، والوعد قدام الحي بيشوف. والله مسعدك والله يقول الله يمسيكم بالخير جميعا. أخوكم نواف بن منصور الدوسري، ما عليكم زود، أبارك لكم أول شيء، أقول لكم مبروك، وإن شاء الله أن نقد الهقوة وأن نقدم واحدة من النسخ الاستثنائية. وأخويانا اللي برا أنا أقولها قبل شيء، قلت يمكن هو أفضل منا كلنا اللي موجودين 24، لكن حظوظ ومقسمها رب العالمين، وجاء الرب يوفقهم التوفيق الطيب، وجعلنا إن شاء الله نجمل ربعنا ونجمل اللي لنا جينا نجملهم إن شاء الله، و ما عاد ورا ذا الكلام كلام، يا رب يوفقنا وياكم ان شاء الله. اياك وجهك وجهك. اسلم يا ابو حسين. اول شيء اسعد الله صباحكم جميعا. مبروك انك تاهل. معكم اخوكم عقاب بن حسين المري. ما عليكم زود. جعل ربي يطول اعماركم، كفيتوني بالكلام الطيب كله بيه. والله ما عاد بشيء بقوله، ولكن عندي حاجتين احب اوضحها. الحاجه الاولى فنوضح للجمهور علشان ما يختلف فيها الانظار. ترى اذا حددت انت الجمهور من دون الله وابن عمك، اخيك ولد عمك لزم. اللي يدعمك هذا يعتبر من جمهورك، ورفيقك اللي يدعمك يعتبر من جمهورك، واخويك اللي يدعمك يعتبر من جمهورك. فحنا ندري ان البعد من التحيز والعناصر القبليه شيء كل بينا ودنا به، فالافضل ان احنا نوجه الشكر للجمهور. صحيح ان فيه رياجيل بعضهم يستحق الشكر وتبرز اسمه على المنصه، ولكن ودنا احنا نوجه كل شيء صوب الجمهور، لان رفيقك واخيك وابن عمك كلهم جمهورك. والحاجه الثانيه، اذا حصرت انت بني عمك يمكن تخسر الجمهور اللي مقبل عليك. انا لو اني اقوم معك واصوت لك ولا ادعمك بالكلام المعنوي وتمدح ابن عمك وتخليني وانا من جمهورك، خسرتها. هذه نقطه لكم ولي، ولا نبي نعلمكم فيها. الحاجه الثانيه، بما نحن بنقدم اللي عندنا وبيستمتعون ان شاء الله المشاهدين، الا في حاجه احنا لازم نتخذها كل بينا. ترى احنا اصبحنا ضيوف في بيوت الاخرين. يشاهدك الكبير والصغير، وشاهدك اللي يشوفك قدوه حسنه بيتمثل بك. فأنا أدري ما يحتاج إني أوصيكم، لكن أنبهكم من باب تنبيه. الحاجة اللي مفروض إحنا نعتمدها، إحنا أصبحنا ضيوف في بيوت الآخرين، نقدم الشيء اللي شفناه عند الناس رضينا به عليهم وعلى أنفسنا. والحاجة الثالثة، أحب أشكر الجمهور اللي صوت العقاب، وأحب أشكر فريق الدعم، وشكر خاص لرفيق وابن عم، مو باليوم، اليوم ودوم، وقدامها كل ما بغيتها عينته، اللي هو حنيش ابن راشد الحردان المري، أخي ولد عمي. تزاحمت الافكار وقد قلت فيها من القصيد اللي اكثر من شعر راس، ولكن فيه بيت يقول جعل كبده ما تحب حنيش جده سرطان ما يعين لك ماوي. سلام سلام. ابو راشد يستاهل كل ما قدمناه له، ولا فضله على الربع اللي قاموا معه وصوتوا معه والجمهور، ولكن ابو راشد في قدام ذي قد بان وادرين في غيرها بيبي، وما قال دلوا زبده الهرج نيشان وهرجك وصامله عن كثير. سلام سلام. أرحب. اقول كلنا بنحب حنيش عقب الدعوه دي، كلكم ان شاء الله تحبون. الله يطول عمرك، تستاهلون خير. جزاكم الله بالخير، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اخوكم مشعل بن علي القنور. نعم. ما عليكم زود، جايكم من محافظه نيزم منطقه القصيم. مرحبا. الله يبديك. باذن الله ان نكون نسخه استثنائيه فارقه بالقوه وبالابداع وبالتميز وفي كل شيء، وشيء منوع وجديد، ما نمشي على خطى اللي قبلنا، نتميز بشيء ونتفرد بشيء. واللي طلعوا والله العظيم انهم ما خسروا ولا انكسروا، بالعكس انها بدايه انطلاقه لهم. والله يوفقهم، والله انهم نجوم، ما احنا بافضل منهم، وال60 ما هو بافضل من ال300، وال300 ما هو بافضل من ال6000 ولا 10000، كلنا سواسيه، لكن اللهم اطلعوا وانطلقوا في مشوارهم، والله يوفقهم ويستاهلون. واقول لهم ابشروا بالخير وابشروا بالفزعه، واخوكم هنا حاضر اليوم ودوم، وابشروا بالسر. كفوكم الطيب، وما اقول على كلامكم زود وخير الكلام ما قل ودل. وحاب اشكر ابوي في بيتين قالها قبلي الشاعر سعد الرشيد، يقول يا ابوي لا يلحق شك ولا ريب، ارفع احجاجك وارفع احجاجك وارفع الراس عالي، انا شبابك لا غزى راسك الشيب وانا عضيدك لو تجور الليالي. سلامتكم صحتكم. اي بالله مساعد الرشيد الله يرحمه،
ويسكن فسيح جناته. والله يبيض وجيهكم يا جمهوري فريق دعمي ويا ربعي ويا اخواني، والله العظيم ان كلكم اخواني، وابشروا بصبي يجمل، وابشروا ببياض وجيه زودا على بياض وجيهكم، ابشروا ببياض وجيه، وابشروا بشيء يجملكم وينومسكم. وعاد ماني بزايدا عليكم، وباختصر الوقت، وعند اخوي فيحان. طول عمرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. ومسيكم بالخير ومسي الساده المشاهدين. معكم اخوكم فيحان بماضي المشعب السبيعي. نعم. من محافظه بيشه. ونعم. اول شيء اشكر الجمهور اللي صوت الفيحان، واخص بالشكر ابوي وامي اللي دعموا فيحان في كذا من فرصه وتيحه الفيحان. طول عمرك. واشكر ابناء العمومه والجماعه اللي صوتوا، والله يبيض وجيههم. والجمهور بشكل عام، ويبشرون بولدهم باذن الله، والوعد ان شاء الله النهائي، ونجملهم ان شاء الله بمركز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركاته. السلام. اخوكم خالد عبيده العلوي الحربي. نعم. معاليكم زود. بالنسبه لاخواني اللي غادروا، ما زود على كلام اخوياي الا بالخير. اول شيء اقول لهم الفرص ميها، هذه مي اخر فرصه، وقدامكم الخير، ويمكن هذه تكون انطلاقه لهم. فشدوا حيلكم، وعندكم اخوان، عندكم 24 اخو هنا يكفونكم باذن الله. ثاني شيء ما اوصيكم ولا ازود على كلام اخوي عقاب الا بالخير، هذه امانه لكم. ما اوصيكم، دخلتوا بيوت الناس، امانه تسالون عنها يوم القيامه، لازم تكونون قد الاقوى، وان شاء الله انكم قد الاقوى. واشكر كل من دعم خالد، اهل وربع وجماعه وجمهور. تسهل الطيب ويعطيكم العافيه. صلوا على النبي يا رب. معكم عبد العزيز بن حماد الاسلم الشمري. ما عليكم زود الجميع. ما عليكم زود يا بعد حي. اول شيء والله ما زود على كلامكم شين، وانتم ما قصرتوا بالكلام الطيب والفعل الطيب، وجعل المشاهدين اللي يشاهدون الحين شاهدين لنا لا علينا يا رب. هذا اول شيء. وربعنا اللي طلعوا والله يوفقهم ان شاء الله، ويرزقهم الفرص الجميله اللي احسن مننا بدباء. قولوا امين. وبس والله ما عندي الكلام الزايد. هذا بعد حي، هذا بعد حي. علموا من قال يوم طول الغيبة، علموا من قال يوم طول الغيبة، بتعلم حضرة فلان وفلاني، مقفي لجيت كلهم بيدريبة، مقفي لجيت كلهم بيدريبة، يفرحوا احبابي وربعي وصدقاني. السلام عليكم. طبعا الابيات هذه ما هي بتحدي يا شباب، كل منا يا الاربع العشرين مكمل للثاني. احنا جايين نقدم اللي يرضي الله سبحانه ثم يرضي الجمهور. الاسم محمد ملاحي. وعليكم زود الجميع. اللي نقول اللي صدق محزننا الليله، والله فرق الريقي، والله اني اقولها انا صادق، ما به شيء اليوم محزننا الا كون فرق اخويانا اللي قبلنا. وخل ولكن محمد الحمد لله رب العالمين كلهم والله. واللي راح حنا له عوض، حنا له عوض ان شاء الله. ومن دعم محمد بن مناحي ولا من ساهم في محمد بن مناحي، لكن بنشر صوره والله انه مالك المعروف. ها وعفاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ناصر بن سعد بن رزيق الميموني انطيري. ما عليكم زود. بدايتها اشكر الوالد الشيخ سعد بن رزيق بن غنيمان العتل الميموني انطيري. جعلني والله في درجوله ابوي الله يخليه لي. واشكر الوالده الله يطول بعمرها، واشكر ربعي وكل من صوت لي ومحبيني جمهوري وقروب دعمي وكل من وقف معي، واخوياي اللي شجعوني وقفوا معي في اللحظات الصعبه. الله يجعلني في ذاكم جميع، والله يكتب التوفيق والخير. احنا بنكاتف بعضنا، وباذن الله ان في نسخه جايه باذن الله انها قويه. وعفاكم. معكم يا طول السلام. السلام عليكم. اول شيء قال عيش. معكم علي سعيد الأحمري. ونعم. من أهل الجنوب. ونعم. معاليكم زود أخوكم الصغير، ولا أنا بطرق منكم. ونعم.
ولا أنا بأحسن منكم وخدام لكم هنا ولا غير الدوار وسلامتكم جي. أسعد الله مساكم جميع، أمسي عليكم وأمسي على أخواني من أوراقات وأمسي على أخواني اللي طلعوا. عندي ثلاث أمور، الأولة منها أنا أخوكم عبد العزيز بن سعود الأكلبي من أهل بيشة، مثل ما قلت لكم عندي ثلاث أمور. الأولة فالترحيب ما يصلح إلا وأنت واقف، أرحب بالقطري وأرحب بالكويتي بلسان كل سعودي، الله يجعل ربي يحييهم في حي الطير والكويتي، هل الكويت وهل قطر، الله يجعل ربي يحييكم في حي الطير باسم هل السعودية كل أبوهم. عند أخوانكم مرحبا ومسهلا، عند أخوانكم في ديرتكم الثانية. الشيء الثاني فور أني مسرور وإن خاطري مسفهل أني معكم في النسخة ذي. الشيء الثالث بحزين على فرق الرياجيل اللي ظهر، والله أني أضحك لا شفتكم ينشر خاطري ولا تذكرتهم أني يضيق خاطري، لكن أقول مهبة للعهد متى ما طلعنا يجمعنا الله بهم ونحب خشومهم وبإذن الله أن أخويا وربع ورفاقة للموت الدفنة وسلامتكم. في حاجة نسيناها لأن الكلام بالبشت وبدون بشت يختلف، والله في حاجة نسيناها. أول شيء الله يبيض وجه كل من دعمني، أسأل الله أن الله يبيض وجيههم. نعيدها مرة ثانية يعني؟ أول شيء نسأل الله أن الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم، لا من ربعي ولا من جماعتي ولا من عوال عمي ولا من إخواني ولا أبوي ولا أمي ولا اللي حتى ما يعرفني. والله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم، والله أنكم حملتوني حملا كبير، وبإذن الواحد الأحد إني قده وإن أمثلكم خير تمثيل بمشيئة الواحد الأحد. سلامتكم. بالنسبة لي نسيت أشكر أخوكم زايد بن ناجي الأكلبي. أول شيء أشكر أبوي الله يطول عمر الشيخ محمد بن زايد بن ناجي. ما عليكم زود. أشكر أبوي وأشكر ربعي وجماعتي وإخواني وكل من دعم زايد حتى لو كان بسنابه صورها بيض الله وجهه منه لا يوم القيامة. وهذا كله نشكر منه لبكرة ما فيهم حقهم. وبيض الله وجيههم وأخوكم في اللي تبون ويكلبونا يد واحدة وابشروبنا في اللي تبون. ومطارد سحاب. وطلق حجاجك.